بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم مشهود في مدينة وجدة، هذه وقفة نسائية تضامنية مع أهلنا في غزة، وحينما نقول أهلنا في غزة فإننا نقول ذلك عن جدارة واستحقاق، فقضية فلسطين هي قضية كل أسرة مغربية تربي أطفالها على حب فلسطين وعلى نصرة هذه القضية. 7 أكتوبر تاريخ كتب بمداد الشهداء، أحيا الأمة الإسلامية جميعها وفضح أقنعة المطبعين من جهة وأقنعة الأنظمة العالمية من جهة. غزة تقدم الشهداء من أطفال ونساء ورضع وأجنة أمام صمت العالم وتواطؤه. نحن هنا اليوم نساء مدينة وجدة هنا لنعبر عن تضامننا مع أهلنا في غزة، ونندد بهذا الصمت المخزي للأنظمة العالمية وللأنظمة العربية بالخصوص، الذين لم يستطيعوا حتى إدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا في غزة. ارتقى الشهداء، تقبلهم الله في عداد الشهداء، ولكن هذا درس وهذه ملحمة للأمة الإسلامية جميعها. نسأل الله تعالى أن يوقظ بها الأمة. تقبل الله شهداء هذه المجازر، ونقول للكيان الصهيوني إن موتك يقترب شيئا فشيئا، فالنصر قادم، ونشد على أيدي إخواننا المقاومين في غزة. وتحية لهذه الجموع التي لبت نداء هذه الوقفة النسائية، وشكرا. نعم الجهاد جهاد حماس، نعم الجهاد جهاد غزة، نعم الجهاد جهاد الكتائب بفصائلها وأنواعها، نعم الجهاد جهاد المقاومة. نسأل الله عز وجل أن يزيدكم نصرا، وأن يزيدكم توفيقا وسدادا، وأن يقوي شوكتكم ويرفع رايتكم ويثبت أقدامكم، كما نسأله عز وجل أن يزيدكم مددا ويكثركم عددا. أنتم الفتح، وأنتم البشارة، وأنتم الخير الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفئة التي لا تزال ظاهرة في هذه الأمة لا يضرها من خذلها هي الفئة التي تجاهد وترفع راية الحق عالية. هذه الجموع من النساء والأطفال التي خرجت، إنما خرجت حبا وفخرا وإعلاء لهذا النصر الذي كاد المطبعون وكاد أعوانهم أن يطمسوه، ولكن الله عز وجل بفضله وتوفيقه يحق الحق ولو كره الكافرون، وينصر جنده وهم الغالبون بإذنه. ولا نستغرب من موقف المطبعين والحكام الخانعين، لا نستنكر هذا الموقف القديم الجديد الذي لا يزال كما هو وعلى حاله. فالله نسأل أن ينصر الحق وأهله، وأن يوفق أهلنا في غزة وفي فلسطين، وأن يؤيدهم وأن يؤيد الأمة الإسلامية ويفتح لها فتحا مبينا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.